بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا المطبخ على تلفزيوننا الممتع والامتع دائما ان شاء الله تلفزيون الحياه. النهارده ثلاث هنعمل لكم حاجات نتمنى ان هي تعجبكم يا رب دايما، ونكون عند حسن ظن حضراتكم. قبل ما ابدا عايز اشكر كل اصدقائنا وكل حبايبنا وكل مشاهدي برنامج المطبخ وتلفزيون الحياه على الكلام الجميل اللي انا خلاص يعني ما بقتش استحمل زي ما بيقولوا. بصراحه بتدونا اكتر من حقنا، يعني امبارح جالي التليفونات كتير قوي بعد الهوا، ما عرفوش يخشوا على الهوا، فانا بشكركم كلكم على الهوا. تعالوا مع بعض نروح على المغرب ونعمل كفته بالنعناع من المغرب. هي معموله باللحمه الضاني، اللي مش عايز لحمه ضاني يعملها باي لحمه تانية برضو، عشان خاطر في ناس ما بتحبش اللحمه الضاني، لكن هي مع الحاجات اللي احنا هنحطها دي مش هيبقى باين اللحمه الضاني، لكن عشاق اللحمه الضاني ياكلوها ويبقوا هم مطمئنين. انا عندي كيلو من اللحمه، كيلو من اللحم عليه 200 جرام من الفات من الدهون، يعني مثلا زي موضوع الكفته بتاعه الحاتي. فاحنا قلنا ايه، 3 ارباع كيلو من اللحم و200 جرام من الدهون، يعني كله على بعض كيلو لحمه ملبسه، كيلو لحمه ملبسه، سواء كانت ضاني زي ما هي معانا دلوقتي او كانت لحمه من الحمراء ومحطوط عليها شويه دهون حوالي 20% من قيمتها. عندي نص كوبايه من الكزبره الخضراء المفرومه وبصلتين مفرومين ومعلقتين بقدونس مفرومين ومعلقتين من النعناع مفرومين برضو ومعلقه بابريكا اللي هي الفلفل الارناؤوطي، الفلفل الارناؤوطي اللي مش حامي، ورشه شطه ومعلقه صغيره من القرفه وشويه ملح وفلفل، وهنقدمها مع البقدونس والجرجير او البقدونس بس لو ما فيش جرجير، المهم يعني يبقى فيه حاجه هنقدمها معاها. هقول تاني المقادير عشان تكتبوها. كيلو من اللحمه الملبسه، هي مكتوبه 3 ارباع كيلو، لكن ال 3 ارباع كيلو دول عليهم حوالي 200 جرام من الدهون، يعني كده وصلت لكيلو وشويه كمان. عندي كمان نص كوبايه من الكزبره الخضراء المفرومه ومعلقتين من البقدونس ومعلقتين من النعناع وبصلتين مفرومين ناعم ومعلقه من البابريكا وشويه من القرفه، يعني معلقه صغيره، وكمان عندي هنا رشه شطه، ملح وفلفل طبعا ده اكيد هناخد كده، لازم بقى نستعد للكفته. في بقى حاجه انا عملتها، جبت معلقه ميه بصل حطيت عليها طبقه مبشوره ومعلقه زيت وشويه ملح وفلفل، ودول هاخدهم علشان اصبع بيهم. دي بقى مش موجوده في الوصفه، لكن دي بتخلي طعم الوصفه مختلف وبتديها كمان لون، بتديها لون تاني. هنبقى مع بعض شايفين الخليط ده اهو يا فاطمه، ده طماطمايه مبشوره، معلقتين من البصل، معلقتين من ميه البصل، وشويه ملح وفلفل، وكمان معلقه زيت. ده هبل بيه ايديا علشان اصبع بيه، ده اللي بيبقى عند الكبابجي. يعني احنا خدنا الاكل المغربي دلوقتي او الكفته المغربيه وديناها عند الكبابجي. هناخد اللحمه المعصجه المفرومه اهي، اللحمه قصدي المفرومه اللي هي ملبسه، اسف ملبسه، نحطها كده في البوله ونحط عليها البصل، بصلتين مفرومين بدون ميه. هنحط كمان الكزبره، هنحط البقدونس، هنحط البابريكا، وكمان القرفه، ورشه الشطه، وشويه من الفلفل، وشويه ملح. يبقى احنا كده تبلنا اللحمه كلها. وعند النعناع انا ما فرمتوش، زي ما بقول النعناع والريحان ما يتفرمش غير عند الشغل، يعني اما اجي اشتغل بيه، لان لو اتفرم هو فيه بيتاكسد بسرعه فبيسود. النعناع والريحان، حطينا كده النعناع وحطينا الريحان وحطينا قصدي النعناع والبقدونس والكزبره والبصل والبابريكا والقرفه والشطه والملح والفلفل على اللحمه والبصل كله اهو، بنعجنه. شايفين الخليط عامل ازاي اهو؟ مش عايز اقول لكم بقى على ريحتها بعد ما نسويها وعلى طعمها واحنا بناكلها. دي من اشهر الاكلات في المغرب، هي الكفته المغربي دي. شايفين انا بلبسها ببعضها كلها اهو علشان خاطر تبقى معايا كلها عجينه واحده، لما اجي اكل احس بكل النكهات الموجوده عندي. هنجيب معلقه خشب بس تكون مدوره، ونجيب طبق، وبعدين نجيب بقى هنا او نحط على الشوايه على طول. اول حاجه هناخد كده الرش او ندهن دهنه من الزيت، دهنه او رشه من الزيت كده بسيطه، لان هي فيها اصلا دهون فمش محتاجه
دهون، هي هتنزل دهون. وبعد كده هناخد نبل ايدينا بالخليط ونصبع الكفته بتاعتنا. عشان تستوي معايا اسرع انا بعمل الحركه دي، بحط خله خشب او قصدي معلقه خشب عشان تبقى مجوفه من جوه وتبقى زي الكفته اللي عند الحاتي. انا عايزكم بس تجربوا الكفته دي وتدعوا لنا. يا استاذه الهام. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ انا بخير والله طول ما انتم بخير. انا بشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك يا استاذه الهام، الله يكرمك. اتفضلي. ممكن حضرتك تقولي عن طريقه عمل كيكه الاسفنجه؟ الكيكه الاسفنجيه حاضر من عينيا. حاجه تانيه؟ شكرا، بشكرك جدا. بشكرك على اتصالك يا استاذه الهام، ويا رب تكونوا بخير، وانا ان شاء الله هجاوبك على الكيكه الاسفنجيه. احنا خدنا كده الكفته طلعها من السيخ اهي، ونحط التانيه جنبها. العمليه اللي انا بعملها بالمعلقه الخشب او على السيخ بتعمل فيها من جوه يعني تجويف، التجويف ده بيساعد على تسويتها اسرع. يعني كده اهو كل كفتايه زي ما انتم عايزين بقى، تصغروها تكبروها تعملوها اصغر من كده، مفيش مشكله خالص في العمايل، ولكن لازم انا ببل ايدي بالماده اللي انا عملتها اللي هي كانت عباره عن طماطمايه مبشوره مع شويه، نلفها كده عشان تجيب معانا. شمين بقى الريحه يعني. عم عصام فاضل شويه ويطلع معانا على الهواء. كده يا استاذ محمد. الو. الحمد لله يا حبيبي، اخبارك؟ مش عايز اقول لك انا مبسوط قد ايه ان انا بكلم حضرتك. والله العظيم انا اسعد، ربنا يخليك ليا. ربنا يخليك، انا بحبك في الله والله. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك يا شيخ. اتفضل. انا بس كنت عايز اسال سؤال. اتفضل. اللحمه المفرومه دي انا طول عمري اعرف ان هي جملي. لا لا، هقول لك التصليحات دلوقتي، بس اشمعنى انا مين اللي قالك على جملي دي بس؟ انا اتربيت عليها كده، فانا بقى بسال حضرتك اللحمه اللي في ايدك دي جملي ولا لا؟ لا، لحمه ضاني. ضاني. ضاني مفرومه. المفروم، المفروض ان المفروم يبقى ضاني. لا مش قصدي، مش المفروم يبقى ضاني. انت هتقفل معايا وانا هشرح لحضرتك دلوقتي. حاضر حاضر. حاجه ثانيه يا استاذ محمد؟ بشكرك على اتصالك. طبعا في جزء كبير جدا من المصريين بياكلوا لحمه جملي بصفه ان هم قريبين من جزارين الجملي، بيحبوا اللحمه الجملي، بيستعملوا اللحمه الجملي. اللحمه الجملي رائعه، ما بنشككش فيها، لكن اللحم المفروم الطبيعي اللي احنا دايما بنتكلم عليه هو لحم كندوز احمر. لحم كندوز احمر هو عباره عن قطعه من السمانه او من الفخده بتاعه اللحم البقري وبيتفرم. ده اللي احنا بنستعمله هنا او بنستعمله في اي مكان، اللي بيتعمل منه مثلا البرجر، يتعمل منه الحاجات دي كلها بنسبه على الاقل 80%. اللي حابب يستعمل لحمه جملي مفيش مشكله، اللي حابب يستعمل لحمه ضاني زي ما احنا عاملين الوصفه دي هي باللحمه الضاني، عشان كده احنا عملناها باللحمه الضاني. ادي شايفين شكل الكفته. فانا بقول لكم الموضوع مش زي الاستاذ محمد ما قال ان هو اتعود على انهم يجيبوا له او سمع ان اللحم المفروم بيبقى لحم جملي. لا، مش القصه مش كده خالص. هي اللحم الجملي نوع من انواع اللحوم المفرومه. وبشكر استاذ محمد على كلامه الجميل كده. طبعا عايز اقول لكم الريحه بجد بجد مش بهرج، حلوه قوي. لا مش صعبه قوي يا عم عصام. ايه رايك يا ام عبد الله؟ اهلا بحضرتك. الحمد لله. اتفضلي يا فندم سمك. والله انا كنت المفروض اللي انا كنت هقوله دلوقتي دوت كان المفروض اقوله من زمان. اتفضلي. بس من يوم ما حضرتك قلت لنا ان سيف سعد عقد قرانه فكنت عايزه ابقى اهنيه واقول له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. الف مبروك يا سعد، بتهنيك وبتقول لك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما بالخير. حاجه ثانيه يا ام عبد الله، بشكرك طبعا على شعورك النبيل. ام عبد الله. ايوه. اتفضلي يا فندم. جزاك الله خيرا يا سيف يسر، انت مش مخلي نفسنا في حاجه خالص. الله يخليكي، ربنا يكرمك. بس اهم حاجه تكون عندنا الامكانيات نعمل الاكل اللي انت بتاكله ده. حاجه زي اللي انا بعملها دلوقتي فيها نقص امكانيات عندكم؟ لا والله احنا ما عندناش حاجات من دي خالص. الله، ما عندكوش لحمه لحمه ضاني؟ لا احنا عندنا خير ربنا الحمد لله. لا لا، يعني انا دلوقتي لما قلت وصفه زي دي
فيها لحمة ضاني وفيها بصل وفيها كزبرة وفيها نعناع، الحاجات دي متوفرة في 99% من بيوت الشعب المصري أو من أماكن اللي موجودة في مصر. ربنا يحسن أحوال المسلمين كلها يا رب. يا رب يا رب طبعا يا رب. ربنا يخليك، بشكرك وألف على وألف مبروك مرة تانية للسيف ساعد. الله يكرمك، ربنا يبارك فيك، ربنا يتم عليه بخير يا رب. يا رب يا رب، ألف شكر لحضرتك، وإحنا سعداء بسماع صوت حضرتك. عايزين نقول بس إن إحنا الحاجات دي موجودة ومتوفرة في كل أماكن في مصر، لكن زي ما قلت اللي مش عايز لحمة جملي ياخد لحمة، اللي مش عايز لحمة ضاني ياخد لحمة جملي أو ياخد لحمة كندوز، مفيش مشكلة في العمايل أهو. أنا طبعا عايز أستأذن حضراتكم وناخد فاصل سريع على بال ما نقلب الكفتة، مش هقول لكم غير كده يعني، هي كده بعد ما نطلعها من هنا هاكلها دلوقتي قدامكم خلاص، مش محتاجة سوى تاني. اللي حابب يسويها شوية كمان جوه الفرن تحت الشواية مفيش مشكلة، اللي حابب يحطها من البداية في القلاية اللي احنا حطيناها بدون زيت مفيش مشكلة، زي ما انتوا عايزين اي حاجة تسووها عليها. اللي طبعا اللي حابب يسووها على الفحم يا ريت، لكن احنا ما نقدرش نستعمل فحم هنا في الاستوديو. هشوفكم بعد الفاصل عشان تشوفوا كل ما هو ممتع وجديد على تلفزيون الحياة بعد الفاصل، خليكم معانا. قدامنا الكفته دلوقتي تتاكل حالا، يعني انا دلوقتي هقطع حته واكلها قدامكم، انا ما شلتهاش لا دخلتها في الفرن ولا عملت حاجه خالص عشان اوريكم ان كل شيء بنعمله قدامكم على الطبيعه. طبعا الريحه جابت عليا الناس، الاستوديو اتملى بقى، ارحب بيهم طبعا منوريننا. بس مش هنقدر ندوقهم غير بعد ما حضراتكم تدوقوا الطبق معانا، وهنجيب الكفته مباشره نغرفها مع شويه من البقدونس زي ما قلت، شويه من الجرجير، ما عنديش مشكله اهو أصابع الكفتة كده، خلي دي نحطها في الآخر. والبقدونس انتوا عارفين ان هو بيعمل ايه، بيخلي المعدة او ما يعني بيخلي الدهون الموجودة في الكفتة دي الجسم يمتصها أسرع. مين معانا يا حاجة فوزية؟ ازيك يا سيسيوس؟ يا أهلا بحضرتك. الله يخليك. الله يخليك، اتفضلي يا فندم سمعك. لو سمحت بعد اذنك، بعد الكفته اللي انت عملتها امبارح الكهرباء قطعت وما شفتش ايه اللي انت عملته تاني. انا لسه ما عملتش حاجه تاني. لا ده امبارح. امبارح، حاضر من عينيا من عينيا، حاضر هقول لك، حاضر من عينيا. هناخد كده دي ونجيبها هنا، وهي استاذه فاطمه وبالهنا والشفاء. ممكن نجيب ورقه نعناع لو عندنا نحطها في النص كده، هات اي حاجه خضره في وسط الورده دي وتفضلوا معانا بالهنا والشفاء. طبعا الزياده دي هنشيلها دلوقتي على طول، ونشيل الشوايه بتاعتنا، لازم ادوقها لكم دلوقتي على الهواء. زي ما قلت ما خدتش غير الوقت اللي خدته على الشوايه، ما استعملتش حاجه تانية، ونوطي الشوايه او نطفيها، وبعدين نقطع قطعه كده اهو صغيره عشان بس ايه لازم ندوق. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش هتكلم، انتوا اللي هتتكلموا. تعالوا بقى نعمل الطبق الثاني، والطبق الثاني هو يعني بين ثلاث دول، بين فرنسا، بين ايطاليا، بين سويسرا تقريبا، ما نعرفش مين البلد بالظبط، ولكن انا اضفت له اضافه صغيره. هو عباره عن فراخ بالكواتغو فورماج، بالاربع انواع جبن. انتوا عارفين ان اوروبا فيها انواع من الجبن ملهاش حصر ولا عدد، فهم كل ما عندهم الجبن دي بيزودوا يصنعوا بيها حاجات. فاحنا هنعمل منها فراخ باربع انواع جبن، لكن هنمصرها، هنقول طاجن الدجاج بالجبنه. ومقاديره كيلو من صدور الدجاج متقطعه شرايح، كيلو من صدور الدجاج متقطعه شرايح، نص كوبايه ميه بصل، نص كوبايه ميه بصل، نص كوبايه عصير ليمون، نص كوبايه من عصير الليمون، معلقه زعتر وبشر ليمون، بشر ليمونه وشويه من بودره الزعفران، ده اللي انا زودته. وعندنا معلقتين زبده واربع انواع من الجبن، كل واحده كوبايه، في موتزاريلا، في جوده، في شيدر، في رومي. اقول تاني علشان تكتبوا، لان الطاجن ده لوحده طعمه حلو جدا، وهنغرفه ونوريه لكم دلوقتي حالا. عندي كيلو من صدور الفراخ متقطعه شرايح، عندي كمان
نص كوبايه من ميه البصل ونص كوبايه من عصير الليمون، معلقه زعتر وبشر ليمونه، واربع كوبايات من الجبنه الرومي والموتزاريلا والجوده والشيدر، وعندي معلقتين من الزبده ورشه بودره زعفران زي ما قلت. وتعالوا مع بعض نشتغل على طول. اول حاجه نرفع بس الكهرباء دي، خد يا سعد. نعمل ايه بقى؟ هنيجي نجيب الطاسه بتاعتنا، وانا حط زبده فعايزه بس نقطه زيت عشان ما تتحرقش الزبده. بس قبل ما احط على الزيت الزبده هناخد الفراخ وهنتبل بملح خفيف. ليه ملح خفيف؟ لان انا اوريدي عندي هنا نسبه من نسبه الملح في الجبن كلها حتى في الليمون، فمش محتاج ملح تقيل. حد رشه صغيره جدا اهي من الملح، رشه صغيره جدا من الملح وشويه من الفلفل. وكمان هنتبل هنا بمعلقه واحده من عصير الليمون، ونحط عليها كمان معلقه واحده من ميه البصل، وناخد الزعتر كله، وناخد بشر الليمون، ليمونه واحده بشر، ونقلب كل ده مع بعضه كده. ويستحسن ان احنا نسيبها في الخليط ده لمده 5 دقائق، يعني نستحسن ان احنا نخلي الفراخ بتاعتي في الخليط ده لمده 5 دقائق. ليه؟ علشان تتشرب معانا منه. نجيب طاسه ثانيه نحطها على النار، طاسه ثانيه عشان تسخن معانا، عشان هنطلع من هنا نحط هنا. احنا ماشيين مع بعض اهو، واحده واحده زي ما بقول علشان خاطر التفاصيل تظهر معاك. وهناخد هنا الزبده كلها مع شويه الزيت عشان احافظ على ان الزبده ما تتحرقش. اهو شايفين اول ما هتسيح معايا الزبده مش هسيبها تتحرق، اقوم نازل عليها بسرعه على بالفراخ، الفراخ اللي احنا تبلناها بشويه ميه البصل وشويه من عصير الليمون والزعتر وشويه ملح صغيرين، وكمان بشر الليمون، بشر الليمون. لغايه كده احنا ماشيين مع بعض حلوه قوي. جميل. نيجي هنا اول ما تيجي معايا الفراخ تبدا تلون، لسه ما لونتش، انا عايز الميه كلها تشربها، يعني تشرب كل الحاجات اللي انا حطيتها، اللي انا عصير الليمون وكمان شويه بتوع ميه البصل، الفراخ تتشربهم جواها. طبعا الكفته طبعا دلوقتي الاخبار كويسه بنسمعها، الحمد لله. الحمد لله. صح يا نالي؟ الله يخليك يا رب، الله يكرمك. طيب دلوقتي هنستنى عليها لغايه ما زي ما قلت تتشرب ميتها. انا حاطط طاسه ثانيه هنا عشان تسخن، تسخن الطاسه، اقوم حاطط فيها الفراخ، تقوم برضو تبخر الجزء السائل اللي هو ميه البصل مع عصير الليمون، يتبخروا اسرع ويدوها لون شويه. يبقى انا برضو صابر عليها لغايه هنا اهو بتتشرب ميتها، واقوم طششها كده هنا واحط دي تاني اهو. وناخد معانا اتصال على بال ما تغلي معايا شويه هنا. يا مدام روحيه، اهلا بحضرتك. انا اول مره بخش المداخله مع حضرتك. وانا طبعا يشرفني ويسعدني، ربنا يخليك يا مدام روحيه. ربنا يبارك فيك وتسلم ايديك. اشكرك. وانا مبسوطه من اكلك قوي قوي قوي. الله يخليك يعني. يا مدام روحيه ربنا يبارك فيك. اتعلمت منك حاجات كتير، انا ست كبيره مش صغيره، بس اتعلمت منك فعلا حاجات كتير. شرف ليا والله وتاج على راسي. ربنا يبارك فيك كده، كفايه ضحكتك ووشك السامح كده. يا رب يخليك، الله يكرمك. نور التلفزيون. يا رب يبارك في عمرك، ربنا يديك الصحه. ربنا يخليك يا شيخ. تأمريني. بقول لحضرتك الأكلة الأولانية بتاعت الكفتة. حاضر. حاضر من عينيا. هقول لك عليها. حاضر. تحت أمرك. تحت أمرك. هنقول على الكفتة وهنقول على الحاجة بتاعت امبارح كمان عشان الحاجة فوزية. الكفتة كانت عبارة عن كيلو من اللحمة الملبس، أي نوع لحم مفروم، بس أنا عامل بالضاني. أنتوا ممكن تستعملوا جملي وتحط عليه قطعة من الدهن، أو تحطوا لحمة بقري وتحط عليها قطعة من الدهن، زي ما تحبوا، بس تبقى ملبسه شويه، يعني فيها نسبه دهون. بعد كده وخلي بالكم نسبه الدهون دي نصها بيطلع على الشوايه، يعني اكتر من نصها كمان، بس عشان خاطر تتماسك معايا. بعد كده حطيت عليها نص كوبايه من الكزبره الخضراء، ومعلقتين بقدونس، ومعلقتين نعناع، وملح، وكمان شويه من الملح وشويه من الفلفل، ورشه شطه، ومعلقه بابريكا،
ومعلقه صغيره من القرفه. بعد كده صبعتها معايا وحطيتها زي ما انتوا شفتوا. هناخد بقى شويتها زي ما انتوا شفتوا كده، هناخد نحط دي هنا وناخد برضو نحول كل شويه لغايه ما تشرب زي ما قلت ميتها، اول ميه تتكاثف معايا خالص اهو. بعد ما تشرب ميتها كده هنحط عليها بقى بقيه ميه البصل وعصير الليمون، وكمان هنا زي ما قلت رشه بودره الزعفران، واسيبها تغلي تستوي معايا. واخر حاجه حاططها اضيف الجبن، هتبقى كده ايه ملتد، يعني تبقى كده سايحه معاها. اخدها زي ما هي احطها في الطاجن بتاعي او في البايركس، ادخلها الفرن يا دوب تاخد وش، مش محتاجه تسويه، هي محتاجه تاخد وش سريع، وبعد الوش السريع تطلع نقدمها. لكن انا برضو معاكم مش هاخد الفاصل غير لما تشوفوا التفاصيل اللي احنا هنعملها دلوقتي. يعني انا ممكن احط دي هنا عشان برضو تتكاثف شويه اهو. وناخد معانا الاستاذه صباح، اهلا بحضرتك. الو، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيف يوسف؟ اهلا بيك يا فندم. منور الشاشه والله. يا رب يخليك، اشكرك والله. انا ما عارفه اقول لحضرتك ايه ولا اشكرك ازاي ولا اوفق بيلك ازاي يا شيف يوسف. على ايه بس يا فندم، تحت امرك. انا عايزه اقول لحضرتك ان مر يوم من غير ما اشوف البرنامج ما يتحسبش من عمري. الله يخليك يا رب. والله العظيم بجد بدون مجامله والله. ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. ميرسي قوي على الوجه البشوش، وميرسي قوي على الصدر الرحب، وميرسي قوي على دماسه الخلق. الله يخليك. ربنا يكتر من امثالك يا شيخ. ربنا يكرمك والله، بتخجلوني. والله ربنا يكتر من امثالك. يا رب يبارك فيك يا رب. على فكره انا ست كبيره. ربنا يبارك في عمرك ويديك الصحه يا رب. يا رب يخليك. من حضرتك كتير. الله يكرمك، الله يخليك. طولة البال ودماسه الخلق والصبر. الحمد لله رب العالمين. ده طبعا ده كل ده انا اللي اتعلمته منكم والله. الله عليك يا شيخ. الله يخليك. الله يكتر الله من امثالك. مالكيش سؤال بقى نفسي يعني اجاوبك على سؤال؟ بجد يا شيخ يوسف انا متصل عشان انا سمعت حد بيتكلم على اللحمه المفرومه. هو كان قصده حاجه يا شيخ. اتفضلي. هو عاده احنا لما بنيجي نعمل الكفته ام رز لازم تتعمل من اللحمه الجملي. ممكن. ايوه هو كان قصده كده. ممكن هو لما سمع كلمه كفته وبعدين سمع لحمه فبيقول لك ده بتبقى جملي. لا انا عايز اقول له ان الكفته دي ليها انواع معينه من اللحوم. يعني نعم. مثلا الكفته اللي حضرتك عاملها نعم. دي احلى حاجه ليها اللحمه الضان. نعم. اما الكفته ام رز بقى اللي هي لازم تتعمل لحمه جامله عشان ما تفكش يا شيخ. انا فهمت دلوقتي كويس حضرتك وضحتي لي حاجه كانت غايبه عني. هو ده كان سؤاله. ربنا يخليك يا مدام صباح. وانا طبعا انا بسعد بالتواصل معاكم، وبسعد اكتر بان حضراتكم بتبقوا مركزين معايا. ربنا يخليك يا دكتور، الحمد لله على السلامه. ازاي حضرتك حبيبي؟ ربنا يخليك، ربنا يكرمك يا رب. الله يخليك. طبعا دكتور علاء رجب غنى عن التعريف، ده هو رئيس تحرير البرنامج والبرامج الاجتماعيه ومدير البرامج الاجتماعيه في تلفزيون الحياه. الراجل بصراحه مش بخلان علينا بحاجه، كل ما بنعمل حاجه هو الراجل زي ما انتم شايفين الحاجات دي هو اللي بيشرف عليها. هناخد بقى نتكلم، ناخد بقى بودره الزعفران كده ونقلبها. شايفين اللون؟ انا ده الاضافه اللي انا حطيتها، مش انا قلت لكم في اضافه انا حطيتها عشان بس تبقى لونها شويه يعني حاجه مختلفه. لكن هم ما بيحطوش بودره زعفران ولا زعفران. خلاص كده انا خلصت. هعمل ايه يا حبيبنا يا حبيبي يا نقل اهو؟ هناخد كده الجبنه دي الموتزاريلا، اخلي معلقه وهقول لكم ليه، واخد بعدها الجبنه الشيدر واخلي معلقه، وبعدين نحط دي على دي، وبعدين اخد الجبنه الجوده وخلي معلقه. كل الحاجات دي موجوده في السوبر ماركت، كل انواع الجبن دي موجوده في السوبر ماركت. واخيرا الرومي ونخلي معلقه. ليه بقى؟ بعد ما اخلص وادوب ده كله مع بعض واحطه في الطاجن هضيف عليه الجبنه دي وادخلها الفرن تاخد الوش الجلاتان. وده اللي هنوريه لكم بعد الفاصل. هنستاذنكم هناخد فاصل سريع، بعد الفاصل هنبقى مع بعض وهنعمل نوع حلو كده اختراع هيعجبكم ان شاء الله، لان الاطفال هتحبه كتير جدا لانه معمول بالكورن فليكس اللي هو البولز الشوكولاته. خليكم معانا بعد الفاصل.
الفاصل، قبل الفاصل عملنا مع بعض الكفته دي بكل تفاصيلها، وعملنا كمان الفراخ اللي هي باربع انواع جبن مع عصير الليمون وميه البصل، وهنغرف الطبق هوريكم ممكن نغرفه ازاي. نعمل بقى كده، فاكرين البطاطس البيوريه؟ وبمناسبه السؤال بتاع الحاجه فوزيه هجاوب عليه دلوقتي. بطاطس البيوريه احنا كنا عملناها امبارح، فاضل منها شويه كده، فانا سخنتهم على النار، حرام نرميهم، فقلت نحطها مع ايه؟ مع الاكله بتاعتي اللي هتشوفوها دلوقتي، الفراخ اهو. وناخد من هنا نلفها كده داير ما يدور، كلها روزتات كده، ونيجي على الحته اللي في النص نحط فيها الصوص بتاعنا. يبقى اللي بياكل بياكل قطعه من الفراخ معاها قطعه من البطاطس، وبالهنا والشفا. حد هيقول لي ده الاكله دي هتبقى دسمه قوي، هقول له كل على قد ما تقدر، ما تاكلش الطبق كله زي عم عصام كده مثلا. تعالوا بقى نشوف مع بعض شكل، ده شكل الطبق اللي هنغرف فيه الفراخ بتاعتي. كمان الفكره اللي انا عملتها دلوقتي بتاعت البطاطس، مش لازم تكون الاكله دي بتتاكل مع بطاطس، لا انا لقيت عندي شويه بطاطس وانا عندي في الثلاجه بيتين من عندي امبارح، فقلت اعملهم اسخنهم واسويهم واحطهم. ممكن احط جنبها بوم فريت، ممكن احط جنبها رز، ممكن احط جنبها جلاس نودلز، ممكن احط جنبها اللي انا عايزه، ممكن اكلها مع عيش، ممكن اكلها من غير حاجه خالص. لكن هي الفكره ازاي تغرفوا حاجه جنب حاجه، يعني انا عامل الفكره دي ان ازاي تغرفوا حاجه جنب حاجه. وتعالوا بقى نشوف الحلو بتاعنا فين. السابليه هناخد اتصال معانا استاذه امل، وبعد كده نقول الحلو بتاعنا، هو سهل جدا، سهل للغايه. يا استاذه امل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يكرمك، طبعا اللي حضرتك بتعمله ممتاز كله. اشكرك، ربنا يخليك. وبنتي ربنا يكرمها بصراحه، بتتعلم وبتاعتي حقت دلوقتي تدخل المطبخ، ربنا يبارك لكم. عندها كام سنه يا مدام امل؟ عندها 12 سنه. 12؟ 12 سنه. يا رب يخليها لك. عزومه كلها بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يكرمها يا رب. سلطات، وفي سلطات وحلويات وكله ولحوم وكله بسم الله جميل ما شاء الله. جميل جميل جميل. مش عايز احرق المفاجآت، ولكن ان شاء الله ممكن اجيبها معايا في حاجه كبيره ان شاء الله بنعملها ان شاء الله، بس يا رب تتم. مدام امل اتفضلي. الو. اتفضلي سامعك. انا كنت عايزه اسالك عن طريقه الكفته. حاضر. انا عملتها لان ما لحقتش حاضر من اولها. حاضر. وكان في حاجه صغيره بس ببلغها عن طريق حضرتك. اتفضلي. بالنسبة احنا دلوقتي بسم الله ما شاء الله البلد في تقدم، احسن من حل احسن لحال، يا رب دايما. يا رب امين. كان في امبارح ركبنا المترو، المفروض هم مخصصين عربيات للسيدات فقط. نعم. حصل في رجالة دخلت العربية بتاعت السيدات اللي هي السيدات فقط. بلغت العسكري اللي واقف، قال انا مالي ماليش اي دخل. وبالعكس ده اللي في الستات اللي في العربية قالوا ايه انت مالك، انت عادي واقفين وعملوا لك حاجة. بلغت الضابط اللي في محطه العتبه، قال لي انا مش هعمل حاجه، انت لو وقفت المترو هتدفع غرامه 200 جنيه وهو اقصى حاجه هيدفعها 20 جنيه. بقت اصبحت سلبيه في كل حاجه، وبقت لما تحصل مصيبه تحرش ولا يحصل اعتداءات ولا ما هي بدايتها بتبقى كده، احنا بنسيب الحاجه من وهي صغيره، وبعد كده لما تبقى كارثه كبيره نرجع نعالجها. طب ما احنا نبتدي من البدايه، ليه السلبيه من البدايه؟ معلش يعني معلش هي بصي انا عايز اقول لك حاجه مدام امل، مش بقاطعك في الكلام، ولكن خلينا نبدا واحده واحده. احنا قعدنا فترة كده، مع احترامي لكل المصريين، في ناس كتير قوي فهمت معنى كلمة حرية غلط، في ناس كتير قوي بقت سلبية، في ناس كتير قوي زي ما بيقولوا بتشتري دماغها. ان شاء الله واحدة واحدة الدنيا تتحسن، ويا رب يكون حد من السادة المسؤولين سمعنا عشان خاطر يتابع الموضوع ده. بشكرك مدام امل، ويا رب دايما تكوني مبسوطة معانا. هنشوف بقى الحلو بتاعنا، وهو بسيط قوي، هو تارت شوكولاتة، تارت شوكولاتة بالكورن فليكس، في نوع من انواع الكورن فليكس كور صغيره كده بتتباع في السوبر ماركت، هي بالشوكولاته. انا خدتها واضفت عليها فكره ان شاء الله تطلع كويسه. عندي مقادير عندي تارت سابليه مستوي زي ما قلنا 100%، تارت سابليه مستوي احنا عارفين السابليه بيستوي ازاي 100%، وعندي 350 جرام من الشوكولاته، 350 جرام من الشوكولاته ومعلقتين زبده ونص كوبايه لبن، و150 جرام من الكورن فليكس، وهنجمله بشويه من الشوكولاته السايحه البيضة. هقول تاني المقادير علشان تكتبوها. تارت سابليه زي ما قلنا مستوي 100%، بعد ما استوى انا حطيت له شويه من الشوكولاته كده عشان تثبت معايا هنا تبقى ناشفه يعني. وبعدين عندنا نص كوبايه من اللبن ومعلقتين كبار من الزبده، 350 جرام من الشوكولاته القطع، وهنا 150 جرام من الكورن فليكس الكور اللي هو بالشوكولاته. انا عملت
بس انا هوريكم برضو هنا اللبن اهو، هنحطه على النار ونضيف عليه الزبده ونقلبه مع بعضه كده لغايه ما يدوب ويغلي، يدوب ويس يعني الزبده تدوب مع اللبن وتغلي زي ما انتم شايفين اهو، والمقادير قدامنا تاني اهي شايفين. بعد ما هتدوب معايا وتغلي هعمل ايه؟ هاخدها زي ما هي كده اشيلها من على النار واضيف عليها الشوكولاته علشان درجه حراره الشوكولاته تمتص الحراره اللي موجوده جوه اللبن والزبده، ومش عايز انا مش عايز الشوكولاته تتحرق معايا. دي النصيحه اللي انا بقوله لكم دايما، لما اكون هضيف شوكولاته على حاجه ما اخلي، شايفين الزبده مع اللبن بدا يغلي اهو، اقوم حاطط عليها كده وشايلها من على النار واقلب. هتعمل معايا جناش بس اخف شويه من الجناش اللي بالكريمه، اخف شويه ليه؟ لان نسبه الشوكولاته اللي احنا حاطينها هنا 350، في الكريمه بنحط 200 بنحط 500 كمان، الكريمه بتبقى اكثر تركيزا من، ممكن تكون معوضينها هنا بالزبده بس برضو دي هتكون اخف شويه. بعد كده هسيبها تبرد خالص، هتبقى عندي بالشكل ده اهي شايفين. هعمل ايه؟ هجيب بوله كبيره واجيب معلقه كبيره، خلاص يا سعد يلا، ونجيب هنا مقصوصه او معلقه. يا استاذه ريم اهلا بيكي. ازي حضرتك؟ اهلا يا ريم، عامل ايه؟ انا بخير والله يا حبيبتي طول ما انت بخير. بس كنت عايزه اسال طريقه عمل سلطه الكولسلو. حاضر من عينيا يا ريم. حاجه تانية، بشكرك على اتصالك وهقول لك على سلطه الكولسلو. شايفين انا عملت ايه؟ حطيت جزء من الكورن فليكس يعني حوالي 100 جرام اهم، وهنحط عليه الشوكولاته مش كلها اهو، ونقلب الاول بالمعلقه الصغيره دي عشان يختلط الكورن فليكس مع ايه؟ مع الشوكولاته شايفين. ونيجي بالراحه كده خالص نصبه فين؟ في التارت بتاعنا. انا عايزكم تجربوا دي بقى، وصدقوني مش هتفضل منها ولا قطعه بمجرد ما الاطفال يشوفوها. بس ما تتاكلش دلوقتي ليه؟ انا عايزها تبرد كمان شويه في الثلاجه عشان تتماسك مع بعضها. هنحط كده وننزل ده، انا حطيت طبعا علشان اشوف هل الكميه معقوله ولا ازود التانيين شايفين اهو. وكمان ما تخافوش لما تبقى هرمي بالشكل ده، انا هفرد كده وبعدين اضيف عليها الشوية الباقيين، ادي الخمسين التانيين وادي الشوكولاته بتاعتي، ننزل عليها شويه ونقلب تاني كده بمعلقه بسيطه كده لغايه ما تتجانس معايا كلها، واخدها احطها فين؟ جوه التارت بتاعنا. شكل هرمي؟ اه شكل هرمي، ما فيهاش تشكيل جمالي، لا خلوها كده سرياليه، يعني ايه؟ تنزل كده هي تسيح وتملى الفراغات براحتها اهم. طبعا ده لعشاق الشوكولاته والاطفالنا الجمال هيحبوها قوي 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 اهو. بعد كده هنعمل ايه؟ شايفين بقيه الشوكولاته اللي عندي؟ هاخدها كده احطها فين؟ على الوش، وندخلها الثلاجه تبرد شويه. بعد ما تبرد معايا خالص ونحس ان هي اتجمدت، طبعا انا الشوكولاته اللي بحطها دي هتتخلل الجزيئات الموجوده عندي، وهسيبها تبرد. بعد ما تبرد هجيب شويه من الشوكولاته البيضه سايحه ونجمل بيها على الوش كده بس بالهنا والشفا. طبعا عايز اقول لكم ان هتعجبكم قوي، هتعجبكم جدا، جربوها وانتم مش هتندموا. هنجاوب على الاسئله ونتلقى تليفوناتكم، ولكن بعد ما ناخد فاصل سريع. كل اللي انا هعمله هنغرف شويه من الطاجن اهو واحنا خارجين، نحطهم فين؟ اهو جوه البطاطس، وبالهنا والشفا. واو، مش عايز اقول لكم بقى على حلاوتها وطعمتها. بعد الفاصل هنتلقى تليفوناتكم ونجاوب على اسئله، وانا طبعا ببقى كل سعاده لما بسمع اصواتكم. خليكم معانا لبعد الفاصل. اهلا لحضراتكم بعد الفاصل. وقبل الفاصل عملنا مع بعض تارت الكورن فليكس بالشوكولاته، يا رب تستمتعوا بيه، وزي ما قلنا جربوه هيعجبكم جدا. هنجاوب على الاسئله ونتلقى تليفوناتكم. عندنا كان جالنا سؤال عن الكيك الاسفنجي. الكيك الاسفنجي هو عباره عن 10 بيضات بحطهم في المكنه، احط معاهم المضرب
وانزل عليهم بربع كيلو سكر واضربهم لغايه ما يتضاعفوا يبقوا 3 اضعاف. بعد كده بحط عليهم شويه من الفانيليا بعد ما يتضاعفوا، ونجيب 320 جرام 300 لغايه 350 جرام من الدقيق، ننخلهم مع معلقه من البيكنج باودر ونقلب من فوق لتحت بالراحه شويه بشويه من الدقيق علشان ما يهبطش معايا البيض. لو هبط معايا يبقى خلاص بقت عجينه مش هستعملها. لكن بعد كده باخدها اعمل فيها ايه، احطها في صينيه مفروده فيها ماده دهنيه والورقه الزبده الموجوده، بحط عليها ورقه زبده وادهنها برده بماده دهنيه، واصب الخليط بارتفاع 1.5 سم، ادخله في درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه، يطلع معايا احلى كيك سفنجي. لو انا عايز اعمله بالشوكولاته بشيل معلقتين من الدقيق احط عليهم معلقتين من الكاكاو او 3 زي ما تحبوا. اما كان جالنا سؤال عن اللي عملناه امبارح واحنا هننزل لكم على الشاشه دلوقتي، كان عملنا الاول بعد الكفته اللي عملناها كانت الحاجه فوزيه بتسال على اللي عملناه بعد كده، كان عندنا طاجن لحمه مفرومه بالبطاطس والصوص الابيض، كانت مقادير كيلو من البطاطس البيوريه وقلت لكم عملناها قدامنا على الطبيعه، كيلو من البطاطس حطيتها على النار مع لترين ميه وفصين ثوم متقشرين وشويه ملح متقطعه، بعد ما استوت معايا خالص قمت جايب نص كوبايه زبده نص كوبايه لبن وكمان نص كوبايه من الكريمه على النار، بدات تغلي معايا، خدت البطاطس حطيتها عليها وهرستها بالهراسه او فرمتها بالمصفى بتاعت البيوريه، بقى عندي البطاطس البيوري جاهزه، والبشاميل طبعا احنا كلنا عارفينه، واللحمه المفرومه عصقتها بس اضفت لها كرفس، يعني انا حطيت 3 ارباع كيلو من اللحمه المفروم مكتوب عندنا اهي 3 ارباع كيلو من اللحمه المفروم عليه بصلتين مفرومين وفصين ثوم وعودين كرفس مفرومين وجزرتين وكوبايه من البسله لغايه ما اتعصجت معانا، حطيت طبقه من البشاميل وبعدين طبقه من اللحمه ورزتات زي دي كده من البطاطس، والاخر رشيت عليها شويه جبنه ودخلتها الفرن استوت خدت وش وقدمناها بالهنا والشفا. اما الحلو كان المكرونه جراتان 100 جرام من المكرونه الاسباجيتي او اي نوع مكرونه بسلقه واضربه في الخلاط مع شويه لبن واركنه على جنب. عندي 100 جرام من دقيق الرز، دقيق الرز بجيب الرز اغسله كويس وانقعه في ميه لمده ساعه وبعد كده اطلعه نشفه واطحنه يبقى عندي دقيق رز. 50 جرام من جوز الهند و50 جرام من الكورن فلاور او النشا و250 جرام من السكر ولتر لبن، كل ده بقلبه مع بعضه بتتماسك معايا، بحطها في صينيه مدهونه بشويه من الزبده اسيبها تبرد خالص واقطعها ورش على شويه سكر واحرقها من على الوش. النكهه اللي بتاخدها ميه زهر او ميه ورد جواها مش فانيليا. كان جالنا سؤال عن سلطه الكولسلو، بنجيب جزرتين نغسلهم ونقشرهم وبعدين نغسلهم تاني ونبشرهم، ونجيب كمان نص كرنبايه نقطعها قطع رفيعه نقلب الاثنين مع بعض مع كوبايه من المايونيز على معلقتين خل وعلى نص كوبايه عسل او نص كوبايه سكر وكمان كوبايه زبادي او نص كوبايه لبن، بقلب كله مع بعض وبقى عندي سلطه كولسلو حلوه قوي. كده احنا جاوبنا على الاسئله اللي جات لنا النهارده. معانا مين معانا على التليفون؟ يا نوالي. طيب عايز اقول لكم على الكفته لان جالنا عليها اتصال تاني في اثناء الفاصل، الكفته اللي احنا عملناها وهي الكفته المغربيه بالنعناع، كيلو من اللحم الملبس وزي ما قلنا اي نوع لحمه ملبسه، عندي كمان نص كوبايه كزبره مفرومه كزبره خضراء مفرومه، معلقتين بقدونس مفرومين ومعلقتين من النعناع الاخضر بفرمهم في ساعتها، وكمان عندنا معلقه من البابريكا اللي هي الفلفل الاحمر الناشف المطحون مش شطه، ورشه شطه صغيره ومعلقه صغيره من القرفه شويه ملح وشويه فلفل، كل ده بخلطه مع بعضه بتبقى عجينه الكفته اللي انتم شايفينها قدامكم دي، وبنصبعها نشويها على الشوايه او ندخلها الفرن، او لو عايزين تحطها حتى في القلايه من غير زيت هتطلع معانا برضو نتيجه كويسه، لان هي هتستوي بالدهون اللي نازله منها، يعني هتاخد السوا بتاعها في نسبة الدهون اللي موجودة جواها. كان عندنا ايه تاني؟ ليه كده يا محمد؟ طيب حاضر حاضر يا حبيبي. طبعا انا والله اوحش كلمة بسمعها من محمد او اسامة او مجدي او اي حد بيبقى موجود معانا اللي هي التايم او الوقت خلص، بتزعلني اول الكلمة دي لان انا ما ببقاش عايز اسيبكم، لان انا اسعد اوقات حياتي وانا موجود معاكم بصراحة. يا رب دايما يديم علينا المحبة ويا رب دايما نحب بعض، وإن شاء الله بكرة معانا الجميلة آية في حلقات المميزة، وأشوفكم بكرة الأسبوع الجاي على خير، والسلام عليكم.